شراكتنا مع بعض أكيد رح تقوينا، بس مو أكيد إنه رفيف تقدر تكمل معنا. عمران أنت إلا ما تلاقي طريقة تقنع فيها. ورغم هيك رح نتصرف كأنه مو معنا. خلينا نبلش على هذا الأساس. طيب مثل ما بدك. إيه من وين رح نبلش؟ لقيتوا مكتب شي؟ لسه ما لقينا مكتب، بس أي مكان صغير بيكفي. طيب تعوا على شركتنا، في عنا قسم موجود بيكفيكم ومناسب. هاي فكرة ظريفة، ومنصير على تواصل مباشر ومنوقع على مشاريع أكثر مع بعض، مو هيك؟ اتفقنا. برأيي عرض عمران مغري كتير. صحيح، ومعه حق، لأنه نحن فينا ندير الشغل من أنقرة، ما في داعي للمكتب. بنستخدم المكتب يلي ببناء مجموعة يوروقام، بيكفينا. ايه براحتكم، وهو كلامه منطقي، وأغلب الشركات اللي بنشتغل معهم باسطنبول. طيب خليك انت معي واستلم الشغل يا ابني، أنا ما عاد قدران اشتغل لحالي. بعدين شريكنا يلي بإنجلترا بيدير شغلنا. خلص بابا لو سمحت ما بقدر، الشغل ماشي هون وأنا بدي أرجع على إنجلترا. أنت خليك عم تشتغل براحتك، وإذا رزمك مساعدة خلي خلدون يجي من أنقرة ويستلم هون. مرت عمران كتير مهتمة بهالمشروع، وإذا كنتوا أنتوا اتنين رح تتضاعف مبيعاتنا. تمام، لكن خليكم مع بعض. ابني يمكن لقدام نفوت بمشاريع تانية، الشغل أحسن هون وعمران ما رح يلحق. بتعرف هو شغله لفوق راسه. بابا بترجاك يا ريت نسكر السيرة بقى. ماشي، اليوم المساء تعال عندي على اليخت أو أنا بجي لعندك على الأوتيل ومنتعشى عشا مرتب. اتفقنا؟ ماشي مثل ما بدك. يلا بشوفك. أهلين أكرم بيك. قلي عمران شو صار معك؟ قدرت تفاتح رفيف بالموضوع؟ لا مو مشكلة، يعني منضل على اتفاقنا حتى لو رفيف ما لمعنا. طيب نحن على كل حال رح نشتغل ونبلش بمشروعنا، بس إذا صار مستجدات خبرني فورا. طيب ومنحكي. حبيت أطلع على البحر قبل ما سافر، بس طقس انقلب وفي عاصفة يبدو. ألو. عفوا جود بيك، إذا فاضي بدي أحكي معك بموضوع مهم كتير، وإذا أبوك جنبك لا تحسسه أنه أنا عم حاكيك. أوه هاي مايكل، هاو ار يو؟ يس يس آي ام لسنينج. ايه عم بسمعك برهان. جود بيك لازم خبرك عن وضع اكرم بيك، بصراحة صحته ما منيحة ابدا. ليش بها صحته؟ شو في برهان بيك؟ يظهر انت ما بتعرف. لا ما جاب لي سيرة. للأسف في 3 شرايين بقلبه مسكرين. كيف؟ بيكون خبى عنك مشان ما تزعل، ولازم يعمل عملية، بس قبل كل شي لازم يرتاح ويدير باله منيح هالفترة. وضعه خطير كتير وما لازم يشتغل. قلت له ما رد علي وما عم يجي على فحوصات بحجة الشغل، ومن شوي اتصلت فيه وفصلني، وبدي منك تحاكيه وتقنعه انت. طيب انا بحكي معه.
أهلين عمران. كيفك أكرم بيك؟ أنا فكرت كتير بكلامك اليوم، وبصراحة معك حق، نحن بحاجة لرفيف معنا، بس أنا ما عم بقدر أقنعه. طيب إذا بتحب أنا بجرب أحكي معه. ما أنا كمان اتصلت مشان هيك. جرب معه، بركي بتقدر تقنعه. خبرها أنه رح تكون تابعة لكم، بيكون أحسن. والله عين العقل، أنا لو محلك ما كنت رح أحب أشتغل مع مرتي أبداً. تمام، شكراً لك، رد لي خبر. أكيد.